الدولية. نتابع منذ فترة ما تقوم به ما يعرف بحكومة الاستقرار غير الدولية ببعض الاتفاقات غير قانونية مع الجانب التركي الذي لديه مطامع وإرث محاولة إرثه الإسلامي في شمال أفريقيا بداية من ليبيا. تابعنا هذه التحركات وقد نددنا وأصدرنا عدة البيانات كلجنة دفاع وكمجلس نواب مجتمع بهذه الاتفاقية. ومتوقع كان متوقع جدا الاتحاد الأوروبي بأنه مكتوب بأيدي أمام مطامع الدولة العثمانية في المتوسط وفي شمال أفريقيا. وهذه التوقعات قد تأكدت اليوم بإبرام الاتفاقية بين الجانب بين الجانبين الإيطالي واليوناني لتسريع الحدود البحرية الاقتصادية في بين الدولتين. رحبتم سيد طلال بهذه الاتفاقية، قد رحبتم بها من خلال بيان أصدرتموه، هل قمتم بالاتصال بالسلطات اليونانية والإيطالية للاطلاع أكثر على هذه الاتفاقية وأيضا إعلان الرغبة للانضمام إلى هذه الاتفاقية أم لا؟ نعم، فنحن كمجلس نواب وكمجلس دفاع أصدرنا بيان بارك وأيدنا الاتفاقية الموقعة وطالبنا بانضمام بلادنا لهذه الاتفاقية لمعرفة حدود البحرية لكلتا الدول حتى تكون العلاقة بين الدول الحوض المتوسط في أمن واستقرار بعيدا عن الاتفاقيات الغير قانونية الموقعة بين الجانبين. لإحقاق الحق في حوض المتوسط يجب على كل دولة أن تعرف حدودها البحرية، فنحن نرغب في الانضمام إلى هذه الاتفاقية وطالب جهاتنا المسؤولة بالبلاد بالتواصل المباشر والسريع مع الجانب اليوناني والإيطالي لإبرام اتفاقية ثلاثية بين البلدان. طيب برأيك كيف ستؤثر هذه الاتفاقية من خلال أطماع التركية للشرق المتوسط؟ نعم، باءت أطماع الدولة التركية بالفشل في المتوسط. فهنا نرى الاتحاد الأوروبي يقطع الطريق أمام أطماع الدولة العثمانية بمحاولتها ترسيم حدود وهمية مع ما يعرف بحكومة السراج الغير قانونية. فالاتفاقية جاءت تتويج وطمأن لدول حوض المتوسط بأن الاتفاقيات يجب أن تكون ضمن الإطار الدولي وليس ضمن اتفاقيات مشبوهة مثل ما حصل بين تركيا وما يعرف بحكومة السراج. أشكرك رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي السيد طلال الميهوب، شكرا جزيلا لك.